العشرة وتسعتاش دقيقة. مرحبا بكم من جديد في رمضان الخير. وقيت هذه كما تعودت كل يوم وقيت هذه دبارة لهم. هذه دبارة لهم. في هذه دبارة لهم اليوم باش نمشيو للجمعية. جمعية قاعدة تحضر في يوميا في شهر رمضان في موائد إفطار الرحمن. اليوم حاضرة معنا جمعية مرحمة، وبالتحديد حاضرة معنا مدام سناء ربعاوي مسؤولة عن الرعاية الاجتماعية في الجمعية هذه، باش نحكيو على موائد الرحمن اللي قاعد تم تنظيمها في شهر رمضان. مرحبا بك مدام سناء. صباح النور أختي فتحية، وصباح النور جميع مستمعي ومستمعات راديو ميد. إن شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين الخير. يعيشك ربي فضلك مدام. دونك مدام سناء، الجمعية تخدم على شقان الفطر وموائد الرحمن طيلة شهر رمضان، هذا اللي فهمته منك. وفين تخدم بالضبط البلاصة الجمعية فين موجودة؟ فهمتك. احنا الجمعية ممكن خلال شهر رمضان كما كل عام النشاط يكون فيها مكثف، يعني مكثف رمضان موائد افطار الكسوة العيد الايتام. بالنسبة لموائد الافطار، موائد افطار احنا عام سنية عملناها لمدة شهر كامل في منطقة الملاسين. حوالي باش نعطيك العدد التقريبي نتاع المنتفعين كل يوم بين 200 و 300 شخص. ايضا كان عندنا موعد افطار في منطقه العمران الاعلى. ال 200 هذوما ال 200 في الملاسين فقط مدام سناء؟ 200 اي هذوما بين ال 200 و 300 ديما. معناها احنا عندنا غادي شكون يجي يشوف فطر على عين المكان، كيما عندنا شكون يجي معناها يهز شقان فطر والصور نتاعو اللي هو للعائله ويهزها معناها يروح بها. ثم ايضا في العمران الاعلى ممكن السنه كان العدد اكثر السنوات الماضية، لأنه ما زالت فترة امتحانات عند الطلبة. يعني كانت هي موائد، مش نعطيك فكرة عليها، معناها موائد الإفطار هي كانت في الأساس في السنوات بدايات الأولى كانت تهم معناها أغلبها الفئات الضيفة والمهمشة. تطورنا حتى ما احنا مع السنوات، وليت معناها لما عائلية احنا نقوله للطلبة اللي يقرأوا في تونس وإلا للناس البعاد اللي معناها يشوقوا فطرهم وحدهم. يعني كانت الفكرة إننا نتلمي والناس الكل في بلاصة واحدة نتشاركوا مع بعضنا لما رمضان وجو رمضان والأجواء نتاعو حتى من الطبخ. معناها تتنوع الأكلات، تلقى فيها موجودة كل شيء. معناها انتم ما كمش مقيدين بمثلا نقولوا احنا ليستا معينة للناس المعوزة اللي يجي يطلب شقان فطر ويحب ياخذ مرحبا بيه ياخذ. لا بالعكس، معناها حتى انتم ان شاء الله كان هكا تجي تطلب احدنا تشوفوا حتى الاجواء. بالحق معنا حقيقة انا ثم حاجة انا كنت نقول هالروح نتاع رمضان اللي كانت تقبل وتمشي، وبالحق ما زالت موجودة في موائد افطار بالنسبة لجمعية مرحمة، ولا حتى فكرة نحب ننوه للجمعيات الاخرين اللي عاملين زائدة موائد افطار اللي بالحق معناها ما زالت الروح هذيك خليوها متغذية. الناس الكل معناها كيما اللي يبدا متعدي بكر هبدو وأذن لذين وما لقاش وين يجي يتفضل مرحبا بيه، كيما اللي عندنا العباد المستكنين غادي كيما موجودين معناها الحالات الاجتماعية اللي تجي تاخو. لكن احنا ما حضرناهاش فقط في حالات اجتماعية، يعني حبينا نكون مد خيري تضامني معناها للناس الكل جميع الأطياف تكون موجودة. باهي مدام سناء، اليوم بالذات شنو محضرين لهم في شقان الفطر؟ والله احنا بحكم اليوم كما الحاجات الأساسية كما تاع كل تونسي، الشربة، البريك، التمر، فما اليوم الأكلة هي الكسكسي إن شاء الله باش تكون موجودة، فما الطاجين، فما الحلو الحق أنا باش نقول لك الحلو نشقوه مش من طيبه وش هذا، فما المخارة، قزليبيا، إلا العصير، الجزوز، معناها بالحق معناها كما أي حاجة تلقاها في الدار، مش ما ننساش حتى في الصور، فما الياغورت، فما المسفوف. معناها بالحق ان شاء الله علاش قلت لك كان هكا تويتي نهار حتى انتم تبداو متواجدين معنا تجوا تشوفوا الطاقم بحرينا تستحضروا على بالحق اللمه بالشفاق كيفاش لما ياسر محلاها. وفكره بالمناسبه نحب بالحق تحيه للمتطوعين تاع جمعيه مرحمه اللي بالحق معناها لمده شهر كامل نعملوا نهار بنهار، نهار يخدم اليوم الجروب غدوه يرتاح يمشيوا متطوعين اخرين يخدموا لمده شهر كامل واقفين يعطيهم الصحه. بالحق ياسر محلاها وياسر بحق نتمنى انكم هكا تحضروا بحدينا وتشوفوا كيفاش ان شاء الله. ان شاء الله علاش لي يوم من الايامات نحضروا بحديكم ونشوف الاجواء الحلوه هذيا ان شاء الله. محلاها هي لما كي تجي لما رمضان تتلم العباد الكل تاكل، ومحلاها كي يبدا فيها الطبع الانساني خاصه كي تشوف عبد محتاج ولا مستحق يروح يهز قفيفته كل سوا باش يفطر غديك يشق فطره غديك ولا يهز قفيفته ويروح لداره يروح عامل في نفس الاثار. كان فما شكون اول هارين ثلاثه كانوا يجيو يهزوا القفيف ويمشي
الطبيب. بعد كشفوا بالحق انه فما تنوع، معناها تلقى الطالب تلقى الجار، معناها حتى اللي عادي اللي متعدي اللي كشف اللمه الغادي جاي وتعدى وقال له شقدروا بحذينا في الاحراج هذيك تنحى، ولات حاجه عاديه انه يجي يقعد وتلقى الضحكه معناها وتلقى النكته وتلقى الناس الكل تحكي مع بعضها وتسلك وحاطين التلفزيون الناس تتفرج ويبدل هيدا ينحط نتفرج في كذا. أنا بالحق رأي لما بيها ولما عائلية أكثر من إنها تكون بين قوسينك المساعدات رمضانية. هي بالحق عبارة على لما عائلية تلمنا الناس كل مع بعضنا. يعطيكم الصحة يا مدام سناء، شكرا لجمعية مرحمة، وشكرا كما قلت أنت للناس الكل المتطوعة في الجمعية هذه، ومعناها تضحي بشقان فطر في ديارهم ويخرجوا باش يعملوا العمل الإنساني هذا ويوكلوا المحتاج وحتى اللي مش محتاج ويفرحوا حتى اللي ربما ما عندوش اللمة نتاع الدار وما عندوش العائلة الموسعة باش يفرح. هاي مناسبة هذه موجود في الجمعية، موجودة في الملاسين وفي العمران. هذه كانت اليوم إدبارة لهم.